إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بلوغ المرام كتابك الصومك وحن مرينا عشر كيشانات وحن كبلابينا حديثك لحب قول ستيد يكونتن برواحد سلطة حديثك نلتنا يا رأي سورة الله وعشر ونقضه برقى قايبتي كواد أيها الكاس كسو قري لبركو حتى حديثك لمنين وأركين إن شاء الله فضل تعجيل الفطر فضلك اي لا ده الا تدجيه افرك امرك افريس ديبنا ادغين ايال ربا اي ادتجس حديثك 680 كتابده افنجريسكا كليا اه وها وهي حديثك لما بخو نكون هي 504 ايو 60 ايو نكون هي حديث كتابده افنجريسكا كقرن او ترجمان كتابه ماردي كقرن افعري وكليا نحن نقول هاي لح بقول ستيدي كنتم وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس تسكو كزول مهيان بخير خير نكسوغنيهين أو سراد كي توسنا كتاب وصنا إيهيان كزول مهيان ما عجلوا إن دكت تجينا هيان الفطرة أفرك مركو حيوقفك مركو أفرك وتتجيا سمركي أو بلا أفرك وحيوقف كاسي سنة أيوة وافقي طريق سلاتك مستقيم كأها أيوة حيوقف كاسي أو بتعلمه وسيمان أنا كحنا لبري عرام كسر كرني مركو راح نعده والإفتين كان مغضة وحنا ليه جري كعنت هذا حادي هذا فير بالليجر ما هي ركاك وياك عند حاد أنت أوجد حادي ما أفركرت مركي مالتي قراحة سيم عرفت سيم دوات حاد أنا أركي وادي أنا أفريس مرة حاد سنة واحد نوع هيد نوعها أفركي أدنى أفرنا ما هين ولا أدمي ولا دكذي ولي عاد قاسيم مغدا مارت إفتين قام مغدا مرتي بالو ليجر حقاً نقول حنا ليه صلى الله عليه وسلم تذكر خير كأي زول مهيان أو خير أي كجيران إيه تبتي تصنيت ما عجل الفطرة أنت أفرق كده تجينا هيان وحاربنا مرة قلتنا أرجنه حديث كان قال أهان فويد أنك قاضنا إنه يكود أهان أقر مرنه أفرق من فوائد الحديث وحكمه أولا مشروعية برانته تعجيل الفطر أفرق نتتجيه هذه الأفرق هل نتتجيه كرم أفرها مركة متى يفطر كرم أفرها يقفك أمسا متى يفطر كرم أفرها لبركة وامحي إذا تحقق قفك مركو هبصده غروب الشمس قرح العدان كيد مركو هبصده أو أجهده قرح ذي إلى لعذة إبارك نقطة إقلصون تي أجهده مركز أفرهاي وحول دليل مركز قال تعالى إلهي وحيري ثم أتم الصيام لما يستر الصوم كأسومنتهين إلى الليل إلى يهبينك هبينك نوحب باللوضة مركز قرح ذي إقلصون تي إرك يهبينك بالعمل هاي حديث متفق عليه بخاري مسلم ايسو ذوريين عن عمر رضي الله عنه قال بحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا حديث هبينكو لنا عنو كسو موقضه ولنعي بري وادبر النهار منها هنا مالنتين يا النهار كينا ايسيت برجيديان مارت ايكد عين هل لنا كالبيت وغابت الشمس قرحتنا إلى عذي فقد أفطر السائم قفكي سنة وأفر مركة أما عنا ما عنا ذي كوتا لوا أفر تمركز أفرك هي واد أفر فروح على أفر هي وقت غاس مركة ما تلنا عبري مودي وكسو مغضه لنا عك ما تي كلبنا قرحنا كقر سنتي أدبر النهار وغابت الشمس ساعات كل مبهن مركة ساعات كل هي مبهن طلبات حد أفريسة إذا غلب على ذنه
qofka malihiisa haday ka qaalib noqoto quruuba shamsu qoraxna dhacday waa maxay waxaad u malaysay 190 qoraxna dhacday baas leedahay shaki kuma jiro marka shaki kaagama jiro markaasna qoraxna dhacday laakiin ma isan dhicin qoraxna marka adiga shaki kaagama jiro dhacday laakiin ma isan dhicin qoraxdi حديث متفق عليه عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت أفطرنا وأفرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم مال ترور عرس يوم صحاب لما أرن غيم قام حي ودروم ذوب جق استري أحرد عرضاً مر غيم الصحاب كاكل جرا يوم غيم ثم طلعت الشمس taruurti jigda ahaydo isxirte oo mugtiga ahayd markay meesha ka wareegtay ay waxaan qoraxda halkaas taagan markaa qoraxba noo soo baxday ma aha qoraxda he ayaa arqay markaas oo wili aan dhicin xun qolay markaa soonkaas he muxuu noqonahay haddaba waa maxay qiimaha imaarta u siyaadinayso ala ahdi nabi in la yiraahdo ala ahdi nabi waa qiimaha u siyaadinaysa xadiiska qofkaani ma aysa ahayn qof iyo labe aftarna waan afurno anaki wey waa mujtamac ahaan waxaan u aragnay haddii maarta cirka isxiray ina qoraxda dhacdaan oo mugti ayaan u aragnay marka waa afurno marka afurkaas waxaa leeyahay soonqaad qofka waa ka buray mise waa u jira taas in la ogaado halkaba طلبت على عهد النبي هدي لي راهو محامات ميزة كجر تمش برك النبي صلى الله عليه وسلم وقت جيسا وقت جيسي وحيد لعي أو أصلا أسجي أصلا أرن وحاسو ممنوع أرن تأسي سنة أيان غنيس أنواع السنن سنة أنواع ذوحة كمدة السنة القولية سنة أراهضة قال رسول الله حدثنا رسول الله أخبرنا رسول الله يه السنة الفعلية سنة وحقبت كأه أما فعل كأه قام النبي جاء النبي وفعل سؤيمت سو استاغي سو فريستي اكشن كاس اير قادن اسا دو مرك وا سنه فعليه سنه تركيه ان كو هرمره waxa way sunadu ka tagay nabigu wax awood u leeyahay waxa wixii uu ka tagay aya sunan noqonahay oo ah midalan wixii awood u lahayn inuu suubiyo oo suubin ka digitaankiisa sunna ah samaynti sunna bil asiy mawlid nabiga oo kale sunna taqririyah sunadi qiritaanka nabi sallallahu alayhi wasallam arintaas uu qiray mar qiritaanka laba noqonaysa inuu ogaa waxa sidicitaankooda inuu soo ogeyn sidoo kale saarahay marka ahadiisi marka xadiiskan soo marno kaleeto oo ahaa salaata markii samaxallahu lana liman xamida rabbana walakal xamdu la yiraahdo ninkii ducada ku daray ninkii waa maqlay waa uu qiray تصحب سنة تقريرية سنة كلاجل تمركة وسنة تقريرية كميدة فعل الصحابة صحابة حي السميان من غير علم رسول صلى الله عليه وسلم في عهده وقت جيس رسولك أول علم أولا هايم بوح سميان أرنتا سمين تيدو سنة ميان غنى سمركة أرنتا سنة مارتين عن تقريرينه وأن كهدرنه قال تعالى إلى يحيري يستخفون من الناس تدك أيك قرسنا هيان أحمد يسوبين هيان ولا يستخفون من الله لكن الله كما قرين كران وهو معه إله با أكتو ذا هذا علم جيس أكتو ذا هذا إذ وقت يبيتون كبر هيان ما شيء لا يرتا حال على لغة نقنين أو من القول برقى تقف كان وحسوبين هيا إله با أكتو ما برقى تي صحابتي وحسميان nagu soo ogeyn yaa og ilaah ilaah baa ku soo waxyoonahay soomaa bal saxaabtu way ogaayeen arintaas
هدي وح سمايا النبي عن أذين هدي النبي الله سبحانه هيو الله صحايو وح كمدة مركة صحيح مسلم عن جابر قال كنا نعزل كو وحن أهين قبلها يرك أتومها مركة أتغنو كو وحن أهين كسيبنا أبناك بيبحنا سأورنا قاضي مركة أنا كسي وتبناك بيبحذيت مصنع مسواه وحبي وبدع وحجي الجابر والقرآن ينزل القرآن كسوت جن هاي مركز عند الملك سفير والقرآن ها ينزل وحجي لو كان شيئا ينهى عنه وحنا لجرثي بها تيتها الله أكلين لنهانا عنه القرآن القرآن كان لجرثي بلا إذا بقرآن كسوت جن وحديك ساس سمين أركس وحران حتى أن الأورين معنا هذا محي وحبي عرندوا بنانت ما وصلنا التقريرية وحبي أن فها نبي صلى الله عليه وسلم كور قمين لا إله بكور قوة وإني استمعين في عهد الرسول تصحي نقول إيش مركا أهين سنة ذي كبيرة مركا إلا إذا هاي أسماء وأفرني في عهد رسول الله أيضا ما رد ترور عرق إسحرين نبيك ما أوجا مس ما أوجا لسديه ما هي لما الدين ما هي حتى تسعة أوجا يا أوجا إله بأوجا حدو إله أوجا هينا خلت كل عين إله بأسود جن لها قرآن أظن هون أفرن بعدان الأورن ما هو حي أفر كودي مركز ومت إله ما رتو أيكو خوذي سونك وأجرة سونك رأوذن هيا قال فما رنت سوما لين هيا وحاك كلام كمدة حديث كان أسماء بنت أبي بكر متفق عليه عن أسماء بنت أبي عن أسماء قالت وحيتري نحرنا وحنقلني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنقلني فرسا فأكلناه وعنه وحورجيته فرس قال شديس هاي وحلال قوسك أسه فرس قشي وعنه ده حرانت هاي لو قلوا سبح يوم لها سوما لو سبح يوم معنى دوام حي فرس قاس يلب كيسو وحلال والفعل كسوبيان على عهد رسول الله حتى أن لقيت هيبن فعل كاس وفعل مباح أمر فعل كاس هي وفعل مباح مرحو لو حيرا هذا إقرار الله حجة إله إنه أقري أو دافع أنت سوبيان وحجة يد كل ما فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وحكس أصحابته أي سمائية وقت النبي ولم ننكره الله إلهي وكو إنكرين فهو حجة تاسا حجة نوفر المرك وأرن كاسي وابنائه قاعدة أصحابه برني إن شاء الله مرك أركز حقا سنة تقريرية مرك أصو أرغني حديث كاسماء حديث قفك مليس أبطه إن قرح دعذي أيضا عن دعين أو كو أفر الساس سون قاسو أجير مرك مرك قرح دو أركو ووضان حيا سون كيس متى لا يجوز الفطر كوربيس بنانين إلا أفره كوربيس هي بنانين إذا غلب على ذنه عدم الغروب حتي ملاحق أبطان إناس قرح إسم دعين ملاحق أبطان هي قرح دي إنسان دعين ما أفرك أرتب هذا دعا يدي هذا هو ما أعرف أيضا دعا يسا وحاق هذا المركة كوم قفلا قرح ما إنسان دعين ما أفرك أرتب المركة لما هو بتنا دعا تن لبعض وإذا شك أغاربت الشمس أم لا هذه شك كاجره بقل بقل كوش كنتن كنتن 50-50 مرد عليه مرد عين مرد عليه مرد عين أيضا ما أفرك أرتب مرك ستة شيء بين غنى السماء وأفر شيء مرك حتى هو بتنا لعذي وأفريسة إذا مرك لعذ حتى ملاحق أبدين لعذي وأفريسة هدي ملاحق أبدين هني سندعين ما أفر كرتيد هدي ملاحق ومارت وياي مارت لحالة شك كنت 50-50 أتهاي ما أفر كرتيد مرك أرد واضح وما لين هاي ثانيا تفادوا الأعمال أفضلهم أعجلهم فطرا تصبح وفد البدن مرق حتى يبقى لقى قادنا هيا كو أقول تك تك البدن إلى أفران
أيها أفضل بدن مرق عماش إلى السوبين هاي أيها كلفت لبدن مرق عماش عماش هي أيها كلفت لبدن ثالث محلقة قادنا هاي أن تأخير الفطر إلا دبني وأفرك هاي سبب بقول نقول هاي لحصول الشر شر ماشي كدمات هذا تدجست محار الهيلة هاي خير بالهيلة هاي سوما تادي تجي المركة لسان حال بحنا قلها شرب على هيلها وقد يكون من أهل بدعي وفق حد إنه نقضه بدعي إنه كله أهل بدعي ونقضه أي أهل السؤال أحاديث الفطر المركة وحنا كر مرنا أحاديثها أفرق أحد ليس كده كنا حد كمجرد لكن شرحها أنا كنت صدرين أولا فرحة الإفطار قفك مركة مرت أفره فرحة أي فرحة أفرق حليه فرحة أي ليه حديث متفق عليه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل إلى هاي الحجر يا جري لبقى يا رسول الله عليه وسلم يقول الله عز وجل فهلك وحن كبرنا هنا حديث القدسي برقى القرآن وحويك كلمة ذها يا حروفتي يا أخرسك يا معناها كل من الله بي حديثك كوساري حديثك علاقة بينا هي الحديث القدسي يه الحديث النبوي حديث القدسي معناه حكيمة الله حكيسة لفظينا لو صلى الله عليه وسلم حديث النبوي لفظا ومعنى وحبي لو صلى الله عليه وسلم ووحي مركز مستقل انت قومي يا ووحي اسغنا سيده قران كو كليت مرق قران الله و شرطي حفظ اي شرط انه حفظنا هي او كلمديسا يا دورسوي ما هيان ولا ما خلت كره او ضعف كو دحي ما هي والسند مبارا سوى متواتر لكن حديثك توي ماذا لماذا قيب وضع حديثك قدسي يا النبوي لماذا وحمارة الضعف عيا سوك اللي كره أو ضعيف يصحيح عيون عيون غنا هيا حتى لا بحنا غنا هيا مدن ضعف في المدن أما الضعف في السند لماذا وأكون عكرت مرك وللسائم كان صوما وحوصقنا هذه فرحتان لبجر وفرحة لبجر وفرحة وصقنا هذه فرحة روح فرحة هي حين يفتر مرق أفرها هي مرق أفرها هي أيوة فرحة هي وفرحة روح فرحة هي حين وقتك يلقى ربه ربك سوى لكل ويحق فرحة هي مرق وأنا أجزي به إلى حين لك أبا المرنة هي يعني هير كي وقت لاف في قرار كما لك أخر الله أجر كي وقت لاف في مرقة سنقات وقت لاف أعمال باجلتة كسر ريسون لافتي معها حساب كأن المارد قفكي لك أبا المرنة واحد جلتة مرقة ثلاثة أعمال لا تدخل الميزان ستح شيء ومارد قريتانك القرحة أسوك يوم القيامة لعظمتها وين إلوين تهي تقودوا أمحي العفو عن الناس تدك العفية خصما أنت أدك تدره بأكو عفية عفية سيد أهل غارة وقفك هذا بريء هذا الأوران حبل أنه عفية حبل ساس أقسك بيه وعفية إن هذا أوران بالغارة وقفك هذا تدره هذا أمنا شاكت المركز قال تعالى لوعين وجزاء أبا المرن وحقون نقضة سيئة حمل السوبية سيئة أبا المرن نقضة مثلها عقف انتو كو سوبية هكب هذين هذين تو خويدة عادو عاد أبيس خويدة عايدة بس يا دي سيسوما حتى قبل كترتين كور المركز يا إلهي أبي إسر يمارتي أدوتيت إلهي آدم هدوات سوما وأدلمي بنتاس لا يعير فمن عفا وأصلح قفك عفية حتى لو هنا قفك كل لغمة وعفية كسي جيسين هاي ما أهمك
فأجره على الله أجر بس لا أجزاء أحد فأجره كله كائن سما تسوتيه كواد تلواد الصبر إن صبره قف قف كده منا حياة وأين حياة وقائلنا هي ما تقدر بلا حياة دم حلاه واسك صبر هاي هذا كله صبر يسوي مرة دنيا سوا خرب جد الصبر وحر اللي قلت ذلك إنما يوفى إله وكعب المريه الصابرون كوا صبر هاي أجر مكعب المريه بغير حساب حساب الآن وكز زيادة صنع أمرك ميزانك تستحاد الصوم حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري قال الله إلهي وحيري كل عمل ابن آدم عمل كسوء سبيه ابن آدم كه له أسوء سبيه ابن آدم هلها أجر كي مارت لسينا هاي مال لو قرها إلا صوم صوم كما هاني إلا صوم فإنه لي صوم كانوا يسمون هذا وأنا أجي به أنا كعب المرنة هاي أنا قال هي كعب المرنة كعب المرنة فقتها وبين ولا ست حلاس أيام حواها أجر كودو أدوية مرك فرحتة وهنا يقفك بالتو عم حي وأنا أجي بها أيها هاي مرك إن لا كعب المرية كعب المروي لا كعب المرية مرك صوم كانوا سكجرا صوم كي واجب أها يكي سنة أها أنت وسويك ليس مرك ثالثا الخير وحكجرة في تعجيل الفطر إن أفرق تنتجيه يا خير كجرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين